التربية والتعليم تحذر من العقاب البدني أو الإيذاء النفسي للطلاب. شددت وزارة التربية والتعليم من تحذيراتها لكل العاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة ضد من يستخدم وسائل العنف داخل الفصول بشكل خاص والمدرسة بشكل عام، كما شددت على عدم استخدام العقاب البدني أو الإيذاء النفسي للطلاب، والعمل على حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، والتي كانت سبباً في أزمة الطالبة بسملة. هذا وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على إعطاء أولويات الاهتمام لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، موجهاً بإعداد حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها للبيئة المحيطة بهؤلاء الطلاب للاهتمام بهم ومعرفة لغتهم لتيسير التواصل معهم.